بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بمشيئة الله تعالى سأتكلم عن تجربتي مع DXN، مع الشركة العملاقة، مع الشركة الجديرة بالثقة. حقيقة بدأتها قبل 14 عاما وأنا أستخدم هذه المنتجات الرائعة، هذه المنتجات ذات الجودة العالية، هذه المنتجات التي أنا حقيقة عشقتها واستخدمتها ووجدت نتائجها على نفسي أولا ثم على من أحب. سبب وجودي مع هذه الشركة، سبب استمراريتي في استخدام هذه المنتجات هي هذه المنتجات الرائعة. هذه المنتجات لا أقول إنها أدوية، لا أقول إنها تعالج الأمراض، لكن أقولها وبكل ثقة وبكل اطمئنان، هذه المنتجات تحمل كثير من الخصائص الغذائية. أيضا سبب استمراري مع هذه الشركة ومع هذه المنتجات أني نظرت إليها نظرة مختلفة، فأنا نظرت إليها من جانب أنني فعلا بحاجة منتجات تقوي جسمي وتقوي مناعتي، لم أستخدمها من أجل علاج مشكلة معينة. نصيحتي لكل واحد منكم أن يستخدمها من أجل الوقاية، من أجل صحة أفضل، من أجل البعد عن الأمراض وعن المشاكل الصحية. وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.